الطين اللي بدكم تعملوا هو انه بدكم تقصوا هيدا الشيء على الخط المرسوم الخط الخارجي. بعد ما تكون قصيته كله بهذا الشكل، انا بحاجة اني اطوي كل الخطوط، كل اللاينز اللي هن نقطين بهذا الشكل، تطعجهم تطوي على الزيح يلي هو النقط، حتى هود الجوانب الصغار كلهم تطويهم. من بعد ما كون طويتهم بهذا الشكل، انا بحاجة لتلزيق اللي موجود عندكم بالبوكس. اكيد ما بدي تل الطاولة، بدي احط على الجوانب يلي هي زيادة يلي انا بينت عندي، ويعني بصير بلزقهم ليصير كيوب. شفتوا كيف؟ بدي انطر كمان لحتى ينشف مظبوط، وانا وعم ركبه بهذه الطريقة اكيد بنتبه على كل السايز تبعه. وهيك بيكون صار عندي هداي او زهر يلي بدي استعمله باللعبة اللي جاية، رح اتركه شوي حتى ينشف يعني، او بستعمل هيدا لكبه ويطلع عندي رقم مثلا 1 4 5، او بسحب اذا ما كنت قادرة اني اعمل مثل هيدا، او حدا تاني ما عنده هيدي الورقة فينا نعملها بهيدي الطريقة بيطلع عنا الرقم. اللعبة هي انه بدي شوف الرقم اللي بيطلع عندي، وبدي اطلع على هيدي الورقة هون. اذا طلع عندي 2 وهيدي اول مرة ببرمو للزهر، بجي first turn face shape، بجي برسوم الفيس يعني الوجه، عم برسوم وجه على شكل اوفال هيك. اوكي بنرجع second turn بيطلع عنا رقم 3، second turn بيطلع عندي العيون هيك مثل ما هن بالصورة هون. بعدين لنشوف الدينين كمان كبه، بيطلع عندي number 5 على 5 وحدة، الدينين رح يكونوا هيك، مش ضروري كبرهم هالقد بس فيي اعملهم هيك. وبعدين اخر وحدة هي 1 الشعرات، شعراته طلعوا هيك، وهيدا طلع عندي الوجه يلي رسمته. رح يطلع عنا اشياء كتير حلوة بتضحك اذا عملنا بهول الوراق. نفس الشي بجيب رقم اول مرة number 4 يعني الوجه رح يكون عندي هيك، برجع بطون بسحب تاني مرة second turn eyes، باخد العيون من هون. طلع عندي هول العيون، برجع كمان بخلطهم وبعمل third turn nose هو number 4، هيدا هو النوز. بيطلع عندي وجوه كتير مهضومة. قعدوا تسلوا انتو واصحابكم انتو واخواتكم وطلعوا وجوه كتير حلوة، عملوها كاركترز وتسلوا مع بعضكم.